هنتكلم عن أدوار الخادم. كلكم خدام في خدمة متخصصة جدا، يعني ابتدائي خدمة متخصصة بنوعية معينة بمرحلة من المراحل الأطفال، إعدادي، ثانوي، جامعة، خريجين، كل واحد ليه سمات معينة. إحنا الخدمة بتاعتنا دي متخصصة قوي وعايزة نوعية معينة من إن أنا أبتكر وأقدم طرق معينة. وطبعاً لازم يكون الهدف بتاعنا إيه؟ يعني إن إحنا نقود الطفل بتاعنا أو المخدوم بتاعنا لربنا، ده الهدف بقى بتاعنا الكبير. نشوف بقى هل وإحنا في طريقنا واصلين ناحية الهدف ولا رايحين في سكة. أول حاجة عايزة أتكلم فيها المسمى، العنوان. إحنا بنخدم خدمة معينة اسمها أو المشهور عنها ذوي الاحتياجات الخاصة. كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة معناها إيه؟ أول ما حد يسمعها معناها إيه؟ معاق، محتاج، محتاج حاجة، احتياجات. أهي هذه العبارة تشير إلى إن الفئة دي تحتاج إلى أدوات معينة أو أساليب معينة مختلفة عن الآخرين. تمام، هي دي العبارة صحيحة، بس أنا أول ما هقول كده يجي لي إحساس اسمه إيه؟ إن أنا أعلى وهم الأقل، هم محتاجين، هم محتاجين لي بشكل أو بآخر، أو محتاجين أدوات. هي رغم إنها صحيحة لكن هتوقعنا خالص، هتحول ذهننا ناحية حاجات تانية. إحنا في مرتبة عالية وبنتفضل وبنتكرم وممكن نساعد، لأن هي بتوجه نظرنا إلى اللي ناقصهم عنا، يعني إحنا بنقارنهم بينا. ناقصهم إيه؟ حركة، إدراك، بصر، سمع، ناقصهم إيه؟ فإحنا بقى الحمد لله أسوياء. تمام؟ صراحة المفهوم ده المفروض يتمحي خالص خالص، ولا كلمة معاق ولا ذوي احتياجات، لأن ده مش هيوصلنا. على فكرة الأطفال مهما كانت قدراتهم الذهنية منخفضة، اللي هم الاحتياجات الخاصة دول، برضو بيلقطوا إذا أنتوا بتحبوهم بجد، إذا أنتوا مهتمين، إذا أنتوا يعني مثلا حاسين بالإشفاق الشديد قوي عليهم، ولا فعلا بالاهتمام والحب والكلام ده. فأيا كان المفهوم هيوصل لهم، أنا أقل، أنا ناقصني حاجة مش موجودة عنده. فبيحصل لهم بقى إيه؟ زي إحباط، زي برضو الثقة بالنفس بتقع، حاجات كتير بقى بتبوظ. فلو سمحتوا، متفقين معايا في الاتفاق ده؟ نتجادل عادي براحتنا. طيب اللي هيمشي مع المسمى ده هيحصل بقى ايه؟ هيتقال عليه معزون، متعبون كلكم، سواء مع الاهالي. يعني احنا لما بنروح افتقاد مثلا للاهالي بنشعر بالاشفاق عليهم، بس ممكن في كلامنا نحس برضو ان لا، مش حاسين بيهم قوي كده، وفي نفس الوقت الكلمات اللي هنقولها هتوجع قوي. ليه؟ عشان المنظور بتاعنا. ليه كده؟ هو ايه اللي حصل له؟ هو وقع منك؟ هو كان بيتضرب مثلا كتير وهو صغير؟ معزون، متعبون كلكم. انا عشان مجال تخصصي ان انا بعمل جلسات علاج نفسي، فانا بتقابل كتير قوي مع الكبار، يعني مثلا ام الطفل ده او المقربين ليه او كده. بسمع بقى العبارات دي، بسمع محدش حياسس بيا، محدش متفهم المعاناة، اللوم كله واقع عليا، خاصة الأم يعني. أو العبارة الشهيرة قوي، دي هنتناقش فيها في سلايد لوحده، بس هي دي عبارة شهيرة جدا. هو ليه حصل له كده؟ ليه؟ عقاب من ربنا؟ عقاب عليه هو كطفل، ولا على أهليه، ولا مين بالظبط؟ شفتوا بقى إن مجرد المسمى، مجرد العنوان، هيحول نظرنا ناحية إيه؟ اتجاهات إحنا مش عايزينها خالص. بذمتكم إحنا
جايين نخدم الأولاد علشان نعسرهم؟ أكيد لا. طيب أنا بقى يعني بقترح مسمى تاني، ذوي القدرات الخاصة. وبرضو هقول لكم معنى الكلمة دي إيه، يعني أنا شلت بس بدل احتياج قدرات، ده معناه إن هم عندهم قدرات معينة قد لا تتوفر فينا. زي إيه؟ زي مثلا اللي هو عنده فقدان بصر، حاسة السمع بتبقى مرهفة جدا وقوية جدا. مين عنده الكلام ده؟ عندوش حاسة السمع فائقة قوي. الأطفال التوحد اللي هم يعني القدرات الوظيفية بتاعتهم عالية، يعني ممكن ذكائهم مرتفع ويعني ممكن كمان يعبروا بالكلام، الحفظ عندهم عالي جدا، النغمة يعني ممكن يقلدوا الترنيمة كاملة بكل ما فيها. بلاش كده. أنا مرة من المرات كان في طفل توحد، المفروض بابا بيوديه من شارع معين كده عشان يروحوا بيته أو يوديه الحضانة بتاعته أو كده. فمرة من المرات الشارع ده كان يعني في مشكلة أو حاجة، فهيلف بقى من حتة تانية. قامت القيامة بقى وصريخ وعياط وكده. طب هو إيش عرفه؟ إيش عرفه؟ إن ده طريق البيت أو طريق الحضانة. هو لقى إنه يعني هو عارف الاتجاهات. أنا مثلا ممكن أتوه، هو ما يتوهش. أنا بيجي لي إحساس إن هم باصين من فوق كده، راكبين طيارة هليكوبتر كده وباصين من فوق كده. فعندهم قدرات اسمها اتجاهية. اتجاهية مش عندي بصراحة، لا يعني انسوا، محدش يحاول يوصف لي مثلا شوارع شبه بعض، انا مش عندي. اذا هم عندهم قدرات معينة قد لا تتوفر فينا. تاني حاجة، لو انا قلت الكلمة دي، لو انا قلت الكلمة دي، يبقى ده معناها ان هم زينا، مساويين لينا، بل احيانا ممكن يفوقونا بقدرات اعلى. كده بقى النظرة بتاعتي ليهم هتبقى عاملة ازاي؟ ان ما كناش في سوا بعض، انت واقع منك حاجة وانا واقع مني حاجة، انت عندك حاجة وانا عندي حاجة، يبقى انت متشطر عني بحاجات. يبقى النظرة بتاعتي اختلفت من مجرد غيرت مسمى. تمام. بالتأكيد اذا انا استمريت على القاعدة دي، المفهوم ده هيغير اسالبنا، مش هنبقى اشفاق وتعطف ويا حرام وليه ربنا عمل كده، لا، هنربحهم هم واسرهم للمسيح. وده بقى اللي ان شاء الله يعني ربنا يديني كلام ان انا اقول لكم ممكن نعمل ايه. اول نقطه ان احنا اتفقنا ان هم ذوي قدرات خاصه، يبقى انا ادور في الولد ده على قدراته، أدور على نقاط القوة، مش أدور على اللي ناقصه. ما اللي ناقصه أنا خلاص عارفاه وحافظاه، وأحياناً بيبقى ظاهر قوي وأحياناً مش ظاهر، أنا بعد كده بكتشفه. يعني الذهني والتوحد ده طفل عادي خالص قدامي، وبعدين أكتشف بقى أنه هو إيه عنده مشكلة ما، ونقعد بقى نلف كده لحد ما نلاقي المشكلة اسمها إيه. لكن مثلا الحركي، البصري، السمعي، ما الكلام ده كله واضح يعني. يبقى أول حاجة اتفقنا فيها إن إحنا كلنا أثناء خدمتنا كل واحد يركز على نقاط القوة أو فين القدرات الخاصة. حد يجي يقول لي ممكن مش هلاقي، ممكن مش هلاقي، هدور 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 ومش هلاقي، في احتمال ممكن أختبره. انا يعني هسيبكم مثلا شهر شهرين اختبروا الاختبار ده، هل فعلا في طفل ما كبير او صغير، حركي، ذهني، عادي، اي حد ما عندوش قدرات خاصه، ما عندوش كفاءات، ما عندوش قوه؟ يعني خلي اختباراتكم ترد. تمام. ليه بقى احنا مش بنعمل كده؟ ليه بنبص على اللي ناقصهم؟
انا يعني مثلا سيبكم من كل ده، انا مثلا متعرضه لمشكله عندي دايما منظورين ابص فيهم، يا اما ابص على المشكله نفسها وليه يا رب وازاي والحد امتى ويعني مصيبه سودة وخلاص كده ملهاش حل، كده الدماغ عملت بلوك خلاص قفلت معايا فصلت خلاص. يا اما بقى نفسها هي نفس المشكله، اروح اقول ايه اعمل ايه، تبص تلاقي الدماغ ايه، ما هو يا جماعه معلش انا اسفه ده مش بيفكر، ده عضو من اعضاء جسمنا زي الايدين زي الرجلين، احنا اللي بنوجهه بنقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. فاول ما احنا نقول له حيطه سد طريق خرابه ملهاش حل، تفتكر يعني هو هيفتكس لك افتكاسات؟ لا خلاص. او بقى لازم يكون ليها حل، ولو في شويه وقت هحكي لكم قصه حقيقيه عن حكايه ان لازم يكون ليها حل. هنقول بسرعه شديده جدا انواع الاعاقات، سواء احنا شايفينها بعنينا او لا، ودي لمحة بسيطة قوي عشان أنا عارفة إن في ناس كتير بتخدم خدمات متنوعة، يعني مثلاً هنا قديسة دميانة بيخدموا حركي فقط، ومعنى كلمة حركي فقط يعني شخص طبيعي تماماً ذهنياً طبيعي خالص زينا، بس مثلاً لأي سبب من الأسباب حصل له إعاقة حركية، مش قادر يمشي إيديه رجليه الاتنين كلهم يعني الكلام ده، فهو طبيعي تماما. فنوعية الخدمة بالشكل ده ممكن يكون كبير ممكن يكون صغير، ممكن يكون كان قبل كده طبيعي خالص وبعدين حصل كده، وممكن يكون من الطفولة وهكذا. فدي نوعية متخصصة جدا حركي بس، احييكم طبعا ان انتوا عاملين يعني تخصص قوي. احنا مثلا في العذراء أنبا أبراهام فيصل عاملين ذهني فقط، بس ممكن يكون ذهني وهو اصلا قاعد على كرسي تمام، بس ما خدش حد سوي تماما عقليا، لان طبعا احنا مقللين خالص الليفل بتاع الحاجات اللي احنا بندربهم عليها. فلو انا خدت حد قاعد على كرسي فقط نعم انا جاي هنا ليه، فاحنا بس يعني ذهني فقط ادراك فقط. في خدمات تانية صم وبكم فقط عشان لغة الإشارة، في خدمات تانية كف البصر فقط، فدول أشهر المشاكل أو الإعاقات. الإعاقة بصرية، سمعية، عقلية، جسمية أو حركية. في بقى اللي هي صعوبات التعلم واضطرابات النطق والاضطرابات السلوكية، ممكن هدخلها مبدئيا كده تحت الإدراكية، لكن احيانا بيبقى الطفل ذكائه عادي وعنده مشاكل سلوكيه، فدي يعني دي حاجه ثانيه. انا هشوف على حسب ايه، على حسب توجهي زي ما انا قلت لكم. لو مثلا هو قاعد على كرسي وذهني تمام زي الفل، مثلا برضو القديسه دميانة كده، لو هو حركيا مع ذهني ماشي هما براحتهم. ممكن بقى اعاقه مركبه يعني كذا حاجه مع بعض تمام. فدي انواع الاعاقات بسرعه جديده قوي، مش هنقف قصادها، بس انا قصدت اقولها علشان التخصص في كل خدمه. يعني عايزه بقى اكلمكم على الاسر، هو ده عنواننا النهارده، ازاي انا اقدم الخدمه دي واعمل حاجه كبيره قوي اسمها المسانده للاسره، دوري انا للطفل وللاسره بتاعته. ففي الضغوط النفسية للأسرة، أنا جايبة لكم كلام علمي بحت من الدراسات، بيقولك إن الدراسات بتعتبر إن وجود ابن معاق أو عنده مرض في الأسرة ده اسمه ضغوط مزمنة. يعني إيه ضغوط مزمنة؟ يعني باختصار شديد أنا تعرضت لأزمة مالية لمدة شهر أو شهرين، يبقى انا عندي ضغوط ماليه وطبعا اقتصاديه واسريه وشويه لخبطه ومشاكل وكده قعدت شهرين، بس خلاص الحمد لله خلصت واتحلت، دي كده ما اسمهاش مزمنه.
لكن وجود ابن في الأسرة دي العيشة، العيشة كلها. وكون إن أنا أحاول أأقلم نفسي وأأقلم اللي حواليا والظروف والإخوات والكلام ده كله، لا ده موضوع كبير قوي قوي قوي. أظهرت نتائج كثير من الدراسات إن الضغوط النفسية اللي بتتعرض ليها أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بتؤدي بيها إلى اضطراب الاكتئاب أو القلق أو بعض الاضطرابات النفسية الأخرى حسب ما بقى إيه يتفق. يعني الأم، يعني الأم هي شايلة الشيلة مثلا بنسبة يعني عايزة أقول 114 مثلا أو حاجة يعني. وبعدين الإخوات ممكن يساهموا في الضغوط بتاعة الأم برضو اللي هي تحاول توفق الدنيا أو كده. هذا بخلاف الضغوط الأسرية الاقتصادية اللي كل الناس بتمر بيها. يكفي إن أنا أقول لكم إن مثلا النفقات والمبالغ بتاعة طفل عنده اضطراب ما أغلب كتير قوي من إن أنا عندي مرض عادي أو كحة أو مدة معينة أو كده. لا يعني عمال في بند كده اسمه صرف على ده، بس أنا بكلمكم على حاجة اقتصادية بس. فتخيلوا بقى ضغوط أسرية واقتصادية ويعني ضغوط مزمنة وما بتريحش، يعني ما بتريحش، ما بتفصلش، ما بتنامش. فموضوع كبير قوي يعني. ده تصور عن اسمه الهرم الجليدي، وده اللي يفهمنا شوية من السلوكيات الغريبة خالص أو اللي هي الفجائية اللي احنا عنينا نتبرق كده من الأطفال نفسهم أو المخدومين أو من أسرهم. إن فجأة كده تبص تلاقي إيه سلوكيات معينة كده، ضرب، صراخ، بكاء، انهيارات كده. أنا عملت إيه؟ ما عملتش حاجة، بس أتاري بقى تحت الجبل الجليد ده الأسباب بقى، حاجات بقى من جوه ما تعالجتش بقى، حاجات بقى إحباطات ويأس وجيتي على الجرح كده، قلتي كلمة ما خدتيش بالك منها وجات كده. صعوبة في مهارات حل المشكلات، زي ما انا حكيت لكم كده بنقف قدام المشكلة خلاص كده انا الدنيا قفلت. صعوبة في طلب المساعدة، في ناس فاكرة انها لما تطلب المساعدة ده كده يعني موضوع صعب قوي وكبير، لا تعاني في صمت احسن بكتير قوي من انها تساعد. فطبعا الموضوع عمال ايه يتفاقم. دلوقتي بقى برضو ده كلام علمي بحت على حاجة اسمها مراحل الصدمة، ودي عامة على أي صدمة، وفاة حد، حادثة ليا أنا أو لحد أنا شفته عزيز عليا وهكذا. فالمراحل دي يعني كذا خطوة أعتقد إن كل الناس بتمر بيها مع اختلاف السرعة. يعني في ناس تقف قدام المرحلة يوم مثلا، وفي ناس تقف قدام المرحله سنه، على حسب بقى ايه ما بتعرف تعدي او تتعافى. فتعالوا نتخيل ان احنا عندنا خدمه الاعاقات الحركيه اللي احنا موجودين النهارده يعني بشانها. فمثلا واحد كان سليم خالص زي الفل، ما كانش في اي حاجه، وفجاه حصلت له حادثه اثرت على حركته الحياه. هياخد علاج طبيعي تمام، ويعني نوعا ما ممكن يتسند، ممكن يحاول، ممكن بالايام بالسنين، بس عملت له اعاقه. ساب شغله مثلا اذا كان هو بيشتغل، او حول دراسته او whatever يعني. وطبعا اتاثروا من كل الاشكال، غير بقى نظرات اللي حواليه، غير هذا اخطا ام ابواه، الكلام ده. فدي صدمه ولا لا؟ تمام. فهيمر بالمراحل دي، برضو هقولها بسرعة كده. أول مرحلة الإنكار، لأ هو أكيد لأ أنتوا بتهزروا، لأ هي إن شاء الله يعني هتبقى حاجة بسيطة كده وأكونش بحلم. في ناس على فكرة من كتر الصدمة بيجي لهم اضطراب اسمه الـ PTSD اللي هو اضطراب كرب ما بعد الصدمة، بيقولوا الكلمة دي. يعني أنا جايبة لكم الكلمات دي منهم اللي هو ايه؟ لا لا لا، انا في حلم وبعد شويه هصحى. لا هو ده مش حقيقي اكيد يعني. فمرحله الانكار دي بيقعدوا فيها حبه حلوين، او الاسره
يعني الطفل خلاص حصل له اللي حصل له، فالأسرة بقى. ولو جيتي تواجهيهم مأساة بقى، لا انت بتقول كده ازاي، لا ده هنخلص على طول، الموضوع ده بسيط يعني. خلصنا الإنكار وتأكد انه لا الحادثة حصلت فعلا والمشكلة كبيرة ومش بسيطة، يبدأ بقى الغضب، الغضب الشديد، ليه وش معنى انا والحد امتى، ويعني ما الاشرار ياما في البلد وانا اللي قريب من ربنا وانا اللي بخدمه والكلام ده. طيب المرحله اللي وراها المساومه بقى، المساومه اعمل ايه، اعمل ايه وتحلها لي، اعمل ايه. ممكن انا بجد يعني هقعد اعمل حاجات قد كده، بس المهم ايه اتخلص من المشكله دي. لا هو انا اكيد مش قاعده فيها على طول. بعد كده بقى خلاص كل ده ما حصلش والمشكله لسه قاعده، يحصل الاكتئاب، مش عايز بقى يخرج، مش عايز يروح، مش عايز يتكلم، مش عايز يتعامل. لا وخاصه بقى اللي بيساهم في الكلام ده يعني احنا بشكل غير مقصود، يعني مش احنا، يعني احنا الخدام، احنا المجتمع، يعني المجتمع بقى لما يعني يبدا يبص له بصات مختلفه او كده. اخر حاجه بقى خالص التقبل، كده نبقى خفينا خلاص، كده نبدا بقى نتعامل صح. دي الرسمه دي او المنحنى ده اللي بيقول لنا ان كل الناس بتمر بالمراحل دي، بس اختلاف زي ما انا قلت لكم السرعه، يعني في ناس تعدي بالخمس مراحل دول بسرعه، وفي ناس بقى لا تستك بقى في مرحله او مرحلتين ورا بعض. تمام، يبقى الحل ايه؟ قبول الواقع، هو ده بدايه التغيير. طول ما انا بقاوح، طول ما انا مش قابل، انا بتكلم كده كلام عام، بتكلم عموما يعني عشان اقول لكم انه احنا احيانا نفسنا لما بنتعرض لازمات بنفكر بالدماغ دي. فانا بقول لكم ان اول ما نقبل نحس ان حصل لنا حاله هدوء، هدينا كده شويه. فاول ما نهدى كده تبدا بقى الدماغ تفكر صح، تبدا بقى يبقى ايه، كان فين الحل ده، كان فين الطريقه دي، كانت فين الخدمه دي، كانت فين اللي هيخرجني من ازمتي. ده بقى الجوهر بتاع موضوعنا، حاجه اسمها الاساءه الروحيه. هو ده اللي انا قصدت اقوله في كلمه أهذا اخطا ام ابوين، ان احنا من غير ما نقصد بنسيء، بنسيء وبنشوه صورة ربنا في عينين الأطفال أو المخدومين أو أهاليهم لما بنقول لهم بعض العبارات. فلو سمحتوا ما نقولش بعض العبارات دي خالص، نحاول إن احنا ما نقولش العبارات دي بالذات، لأن العبارات دي هتعمل لي صورة مشوهة عن الله. مش أنا خادم وأنا جاي من الكنيسة، يبقى أنا ناقل كلام مين؟ ناقل كلام ربنا. طب أنا بقى بقول لكم إن أنا وأنا بنقل كلام ربنا هنقله بصورة مش حقيقية، بصورة مشوهة، فدي أخطر نقطة. يعني ممكن الطفل وأسرته يتأذوا جوه الكنيسة مننا بشكل غير مقصود. أول حاجة لما أنا أكون فاهم أو أفهم الأسرة بتاعة الطفل أو المخدوم نفسه إن الإعاقة دي هي عقاب من الله بسبب خطية معينة، لو أنا وصلت له المعلومة دي أنا أسأت ليه؟ لأنه هو هيقول لك يعني أنا دلوقتي ده عقاب، يعني ربنا ده مستني لي على الغلطة، وكمان بيعاقبني عقاب اللي هو بيعمل لي إعاقة في جسمي مدى الحياة. مين فيكم أب أو أم مستعد يعاقب ابنه أو بنته بالعقاب ده، يعمل له عاهة مستديم؟ إيه رأيهم؟ مين ممكن يعمل كده؟ إذن أنا شوهت صورة الأب، الله اللي هو الأب الحنين الطيب. لا ده بيعمل إعاقة، بيعمل عاهة مستديمة لشخص بسبب خطية، وخاصة بقى لو أنا قلت أهذا أخطأ أم أبواه كمان، يعني أنا بتعاقب على ذنب
أسرتي أو أجدادي عملوا؟ كمان؟ طيب تاني مشكلة، لو أنا قلت أو أنا أحسست الشخص بالرفض من الكنيسة، وإحنا أحياناً بنعملها خاصة في القداس. يعني إحنا مثلاً إحنا خدمتنا إحنا اللي هي بزيني عملنا قداس مخصوص عشان كده صراحة، يعني عشان ناخد راحتنا بقى، لأن طبعاً لما كان الطفل بيجي هو أو أسرته جوه قداس، لا معلش يعني، فبيحس إن الكنيسة ما بترحبش بيه وإن عنده مشكلة، وأحياناً بيعملوا كده، يعني إن هو معدي مثلاً أو عنده مشكلة أو كده. والمفهوم ده كان قديم شوية، إنه يتنبز كده، عشان ده يعني مرفوض زي المرض البرز كده أو حاجات زي كده. أو تالت إساءة روحية، إن أنا بوجه له رسالة إن شفائك في إيديك، أنت كده ضعيف الإيمان، خلي إيمانك قوي هتخف. ياما ربنا عمل معجزات، ياما. يبقى سبب عدم شفائه هو ضعف الإيمان أو قلة الإيمان، وأنا كده خبطته في الحيط. ليه؟ لأنه إذا ربنا ما سمحش إنه يخف، أنا كده خبطته في إيمانه. أنا صليت وطلبتك وانت ما جاوبتنيش، وجاوبت لفلان، اوكي. لكن الحكايه مش حكايه مرض، والحكايه مش حكايه معجزات. ليه؟ لان مثلا في قصص الكتاب المقدس كلها نفس الحادثه، احيانا ربنا بيسمح بالشفاء واحيانا لا. يعني مثلا بطرس الرسول كان في السجن، ربنا بعت له ملاك يطلعه من السجن وفك الحديد. يعقوب الرسول، اشمعنى بقى انت بتحب بطرس اكتر من يعقوب؟ فاحنا خلينا نتفق انه مفيش اي علاقه بين ايمان الشخص والاعاقه بتاعته، بل العكس، اذا هو احتمل الالم بشكر فده معناه انه يعني بيقول لربنا من الاخر انا ابنك او انا بنتك، اعمل اللي انت شايفه بس المهم اوصل السما. في ايتين هنا انا يعني جايبهم لكم احطهم قدامكم مقارنه كده. الايمان قالوا ايوب لما حصل له المصايب السودا دي كلها، راح قال كده: اقل خير نقبل من الرب والشر لا نقبل. يعني انا قابل من ايدك يا رب اي حاجه. ايمان ده ولا مش ايمان؟ احلى من المعجزات، صح؟ طيب عدم الايمان بقى في سفر الرؤيا، اخر حاجه خالص في اصحاح 16، ثلاث ايات بنفس المنطق ده، اللي هو ايه؟ لما كان في ضربات راح حصل ايه؟ جدفوا على إله السماء من أوجعهم ومن كرحهم. إن الألم واجعني قوي وأنا مش متحمله ومش متحمل ربنا، وجدفوا عليه وليه أنت بتعمل فينا كده وأنت قاسي والكلام ده كله. إذن هل في حد مختلف معايا في الثلاث نقط دول؟ كيف؟ تمام. دي بقى ايه ادوار الخادم، هناخدها بشكل سريع قوي بس انا هوريها لكم بشكل تفصيلي اكتر. هي دي ادوار الخادم، لو سمحتوا نركز فيها خالص اثناء ما احنا بنردم، سواء بقى كمنهج كترنيمه كرحله. احنا مش خدمتنا اجتماعيه ترفيهيه، مش خدمتنا انه مثلا اخرج الولاد شويه عشان هم يعني ما بيصيفوش او ما بيخرجوش او مخنوقين. لا، انا خدمتي بالدرجه الاولى توصيل العقيده والايمان بطرق خاصه. ما هو اللغه الاشاره دي، انا مش هعرف اوصل العقيده والايمان غير بالطرق دي، تمام؟ طيب برايل، مش هعرف اوصل العقيده والايمان غير بطريقه برايل،
الأطفال الذهني مش هعرف أوصل العقيدة والإيمان بالطريقة العادية، أمسك الميكروفون وأتكلم كده وهم يلقطوا. يبقى إذن ده هدفي رقم واحد، أنا خادم، أنا جوه كنيسة ودول أولاد الكنيسة. أنا جالي قبل كده ولد من الولاد، إحنا عندنا الكنيسة كده وفي مبنى كده في كوريدور كده زي بلكونة كده، فالولد كان ماشي كده وادي الكنيسة هي والصليب اهو، فراح وقف كده وراح عمل بيو بيو بيو. فهمتوا ايه؟ في حد لاعب في عقله على ان الكنيسة وحشة والكنيسة تتضرب بالنار. ده دوري بقى، دوري بقى، وعمال يعمل لي كده على الصليب بقى شيلي ده. لو سيبنا الأطفال دول أهو، ده ما كانش بيتكلم بس عمل إشارة، أنا واحدة من الناس اترعبت. يعني هو ده خلاص كده، يعني اتنين تلاتة يتكلموا معايا كده خلصنا. فيبقى ده هدفي رقم واحد. تاني حاجة، تقديم المساندة الاجتماعية للأسرة. الأسرة محتاجاكوا جدا، يعني عندنا ابونا شنوده مثلا كان بيقول لنا انتوا تاخدوا المخدوم باسرته باكج كده على بعضها. فاحنا حتى كمان افتتحنا حديثا جدا، يعني باركولنا خدمه اسمها اكليل، دي للاسر، يعني بيجوا في نفس التوقيت بتاع الاطفال، فاحنا بنخدم الاطفال في حته وهم في نفس التوقيت بيتخدموا بالكلام والتعليم اللي هو يعني حاجه دراسيه شويه، حاجه روحيه شويه، دعم نفسي، حد يسمعهم، بيساندوا بعض، يعني حد شويه يعني قادر على نفسه بيساعد كده وهكذا. فده اعتقد يعني ان كل الاسر محتاجه منكم الخدمه دي، ودي خدمه عظيمه جدا، حتى هتعود بالخير على الولد بشكل غير مباشر، لان كان قبل كده احنا بنتعب قوي وفي خرم كبير بيوقع لنا المجهود اللي هم بقى الاحباطات والزعيق والكلام ده كله. ف يعني نمسك بقى الحكايه صح قوي. تفهم الاحباطات ومشاعر الالم لدى الاسر. انتوا بتقعدوا معاهم قد ايه؟ نص ساعه، ساعه، ساعتين، 3 ايام مؤتمر، هم العيشه. ممكن حد يتخيل 5 دقائق، انه يعني بعد الشر عليكم طبعا، لان هي دي شيله تقيله يعني. ففهم طرق التعامل مع الاشخاص، ودي عايزه دراسه، مش دراسة يعني لازم اخد فيها يعني يبقى مؤهلي كده دراسي، بس على الاقل كورسات في اعداد خدمة متخصص مثلا زي ما انتوا عاملين كده وهكذا. ليه؟ علشان انا ممكن بشكل غير مقصود ما وصلش الطريقة صح، يعني ابقى خلاص هو فاضل له تكة ويلقط وانا بقى خلاص زهقت او فصلت، فبدأت بقى ايه خلاص هو كده مش هيجيب معي. وطبعا اللي احنا اتفقنا عليها البحث عن نقاط الايه القوه، دي برضو كلام علمي، اهميه المسانده ووجود شخص مهتم. انا بقى بكلمكم من الدراسات والكتب اللي بتقول، اظهرت ان الدراسات عدد من العوامل هي اللي بتفسر لي ليه بعض الناس قدروا يعدوا الازمه ويزدهروا كمان، يعني يتميزوا كده افضل بكثير من الاخرين. زي مين بقى العوامل دي؟ ايه؟ تقديم الرعايه الفعاله، مش شرط الاب او الام بل بالعكس، هم لما يحسوا ان في حد مساند، حد بيحبهم، حد مهتم بيهم، حد مخصوص عشانهم، بيتغيروا خالص. وجود شخص مهتم وتقديم المسانده والعلاقات الداعمه والتفاؤل، يعني دي من ضمن العوامل. اول ما يحس ان بدات تندع في امل، لا انت تقدر، بيبص انه الحياه ليها معنى، لان هتسمعوها كتير قوي، انا قاعد ليه؟ انا مكمل ليه؟ ايه الفايده؟ وعلى فكره ده الكتب،
دي انا مش ضايفاها من عندي، التدين والتوجه الروحي، دي الكتب، الكتب الدراسيه العاديه والدراسات. وهقول لكم على سبيل المثال انا جايبه الكلام ده منين، من الدراسات اللي اتعملت في الملاجئ. مفيش بابا ومفيش ماما، وفي يعني موضوع كبير. ففي بعض الملاجئ الدنيا بايظه خالص خالص، بتطلع بقى مشاكل كتير قوي، وفي بعض الملاجئ بيزدهروا جدا. قعدنا نبحث عن السبب، الاسباب دي، وجود شخص، شخص واحد، تخيلوا شخص واحد مساند ومعاهم من الصغر ومدعم، واقف هو ده بابا هو ده ماما، واحد واحد، تخيلوا. فاحنا نقدر، احنا نقدر بمعونة ربنا. والدراسات بتقول التدين، التدين يبقى اللي احنا بنعمله صح الصح، ماسكين كل حاجة، ادي الشخص وادي التدين. اوكي، دي انا طالبة منكم ان انتوا تنقلوها للأسرة، يعني تقول لهم يعملوا ايه، وبرضو تتعرفوا على الارشادات دي بصفة خاصة عشان احنا كمان نعملها. هي ارشادات عامة، ان انا ما قارنش الطفل باخرين، وان انا اساعدهم يتخطوا مرحلة الانكار ويتأقلموا على الوضع الجديد، اقرأ كويس قوي عن مشكلة الطفل، تدريبه وتشجيعه من حيث مبدأ الثواب والعقاب، عادي عادي، مش أدلع قوي وغمض عيني عن أخطاء، ومش ضرب وقسوة وإهانات. أسمع مشاكلهم وأتعامل معاهم برفق، وأدمجهم في المجتمع، أدمجهم ما أعزلهمش، واحدة في واحدة يروحوا لأماكن عادي تاني، يندمجوا واحدة واحدة، حتى اللي هم يقدروا يعملوا كده، حتى شوية في شوية، يعني مثلا خمسة خمسة كده أو حاجة، ندمجهم. أقدم لهم المساعدة وأقول للأسرة، وأنا كمان أتحلى بالصبر عليهم، لأن في بعض الأطفال خاصة الذهني بيبقى في حاجة اسمها زمن، زمن كده بروسيسنج كده بيشتغل فيه، يعني أبطأ من عندنا. يعني مثلا انتوا سألوني فأنا بجاوب على طول، حتى لو أنا مش عارفة الإجابة، الزمن اللي أنا باخده في الرد سريع. هم بقى خدوا السؤال، ففي حاجة بتحصل هنا، ماشي، هو شغال يعني. فاحنا ايه ده مش عارف، لا هقولها لك تاني، أنا لسه قايلها لك، أنا لسه شرحها، اصبري، في زمن، في زمن، في بروسيسنج شغال، وهو بعد شوية ممكن هيجاوب. طبعا ما فيش أي شكل من أشكال العنف خالص، ولا أسرته ولا احنا بأي شكل من الأشكال. أحيانا بيبقى عايز حاجة وإحنا مش فاهمينه قوي، دي اسمها مشاكل في التواصل، فنحاول نلاحظ بعنينا، هنجاوب على كل حاجة، مجرد بس عينينا تشتغل كده هو عايز ايه، خلاص هنفهم لوحدنا. لكن ان احنا خلاص مش فاهمينه مثلا، فما جاوبنالوش، فيزيد، فيترمي في الارض، فيعيط، فالدنيا اتدربكت. طبعا الام احنا نفهمها كده، ان واحدة واحدة معاها، ان هو ممكن نعلمه حاجات زي بقية اخواته عادي، ممكن بل بالعكس ممكن يتميز في بعض الحاجات، عادي ان هو يتفرج على التلفزيون، عادي يمسك موبايل، عادي على قد برضو ايه حسب قدراته، عادي. دي برضو بقية الارشادات، ودي ارشادات عامة ياريت احنا نكتسبها وننقلها للأسرة علشان نساعدهم، اهو ده كده احنا بنساعدهم بشكل ايه غير مباشر. في بعض الناس بتعامل اولادها ان هم معاق، يعني مثلا هي تقدر، مثلا البنت تقدر بكل حاجه، تقدر تلبس نفسها، تقدر كمان تعمل سندوتش، تقدر تعمل كل حاجه، لا انت عودي وانا اعمل لك كل حاجه، ده كده انا علمتها العجز، يعني مش العكس، مش لا انت تقدري ولا وانا هساعدك وكده، لا اقعدي ما تعمليش اي حاجه وانا اللي هعمل. فاحنا مش المفروض نعامل المخدوم بتاعنا كمعاق،
لكن هو طفل عادي، تطبيق مبدا الثواب والعقاب والمكافئات والحرمانات وكده. انا كخادمه لما الاقي امي بتعمل كده مع الولد وهو عنده قدر ان هو يعمل كل حاجه، اتصرف ازاي؟ يعني وجهي بس بشكل لطيف. ممكن تعملوا العكس، يعني ممكن لما تاخدوا مثلا في مؤتمر او في رحله توروهم ان هو قدر فتبدا تتشجع، لان هي خايفه جدا مثلا انه يقع، خايفه انه يبوظ حاجه، خايفه تلم وراه فاريح لي بقى اعمل انا، فاحنا نوريها. مثلا لو احنا خدنا رحله، لو احنا خدنا مؤتمر ونصور مثلا ونبعت كده، هي ممكن ايه ده بيعرف، ايه ده بيقدر، طب وبهدل الدنيا، لا ما قدر اهو. فيعني يعني ممكن نحاول بطرق ما، لان انا برضو اريد دماغها، يعني ممكن ايه هي بتقول لك انا كده هعمل المجهود مرتين. عشان هي بتعامله كده ان هو مش كفايه عليه الاعاقه، لا انا كمان هشغله. حضرتك لما هتشغليه الدماغ تشتغل، الايد تشتغل، انا ايدي دي، ايدي دي اهي اللي بتتحرك اهي، لو انا حطيتها جنبي كده وعملتها انها مكسوره ولا مش موجوده هتتيبس، هتحتاج علاج طبيعي عشان ترجع تتحرك وهكذا. فانا عشان انا اعيده ومش هيحرك اجزاء جسمه، ممكن فعلا ما يقدرش بعد كده. برضو بقول لك على حسب قدراته، يعني الاول نفحصه كويس قوي هو يقدر على ايه كويس قوي قبل ما نوعد الاهل، لان في الاهل العكس، سقف توقعاتهم عالي قوي ومهما عليتي لا هو لسه ما وصلش للايه، لا انا بعمل له يعني فيما يشبه الاختبار، البيز لاين بتاعك ايه؟ يعني لما اروح اخد كورس انجليزي بتعمل لي ايه؟ بس كده هو ده. فتعملوا الاول تحديد مستوى للقدرات، هو يقدر على ايه ومش عارف ايه، هو ده اللي ادربه عليه بس. تمام. طبعا في ناس اول ما تشوف الاطفال دي بتقعد تعيط، فالولاد دول فهموا ايه، شافوا ايه، فنحاول برضو ان احنا ما نعملش الكلام ده، علشان هم بيوصل لهم انه يعني مش ده عطف، لا ده اشفاق وبزياده يعني. وفي ناس تانية بتستجيب لكل مطالب الطفل، لا احنا نتعامل معامله عاديه خالص، ويتعاملوا مع وسائل الاعلام ومع اخواته ويتعاملوا معامله عاديه تمام. تمام. في بقى ناس تانية بتعامل المخدوم كملاك، اعمل بقى اللي تعمله، قطع في شعري، اشتم، بهدل عادي خالص، ده مهما يعمل ده ملاك وطالع السما، طالع السما، ومش كفايه اللي هو فيه؟ طب احنا كده بالذمة علمناه اي حاجه ولا علمناه بقى ايه؟ يلا. فبرضو احنا مش هنعمل كده، هندربه على الصوم والصلاه ويستعد للتناول ونفهمه الحاجات الصح. وممكن واحدة في واحدة، مثلا لو هو حركي مثلا ممكن يحضر في اجتماعات على حسب بقى سنه، لو شباب يحضر مع الشباب، لو خريجين، يعني برضو على حسب ايه القدرات. يواظب على الكنيسة ويبقى عنده أصحاب عاديين. ليه أنا أعمل القفلة دي أنت في المجتمع ده بس؟ أيوة طبعا هو محتاج التخصص لوقت علشان اديله زي كورس مكثف كده واسنده وكده، بس محتاج مجتمع. لما يكون المجتمع كله ما بيتكلمش، المجتمع كله ما بيتعاملش، طب انا هتفاعل ازاي؟ فمحتاج عاديين. نقطه كمان، هو ده بقى اللي انا بدات بيه الكلام خالص، ما تتعاملش مع المخدوم على انه عمرك ما هتلاقي له موهبه، أو هو مش متميز في حاجة، هو قدامك كده يعني هجيب له منين الموهبة بتاعته؟ لا، ابحث، دور، اعمل له زي ما أنا بقول لك كده امتحانات، اديله كده ورقة كده وقلم وألوان واتفرج، اديله آلة موسيقية واتفرج، خليه ينزل يتدرب على حاجة واتفرج، اديله مثلا فيديوهات يبص عليها او ترانيم مثلا يسمعها كتير كتير واتفرج وهكذا. يبقى احنا هنعمل له فيما يشبه
ان انا بعرضه لامتحانات امتحانات امتحانات كتير في كافة المجالات لحد ما ادور له على الموهبة بتاعته، ممكن الاقي اتنين واختار بقى براحتي. تمام؟ طبعا احنا بنقول مع نفسنا هيعمل ايه المسكين ده، يعني حتى لو عنده موهبة مثلا هيعمل ايه، يعني مش مهم، مش مهم هيعمل بيها ايه، المهم هو مستمتع، هو مرضي، هو مبسوط، هو شاغل وقته بشكل كويس. يعني ايه المانع؟ هو انا لازم يعني الناس كلها تشوفه ويطلع في التلفزيون ويتسقف له وكده؟ لا مش ضروري يعني، بس على الاقل انا شغلت له وقته بشكل حلو، زودت له الثقة بالنفس عنده، انت تقدر اهو، انت متميز، وهكذا. عشان الثقة بالنفس لو اتهزت شوية، انا بقى مهما اتكلمت مهما قلت هو مش حاسسها، مش مصدقها. يعني مهما تقول بقى انت شاطر انت عظيم ما اعرفش ايه كده، لا ما هو مش حاسسها. في واحدة اسمها كاثرين راسل قالت كل مشكلة لها حل قد تحتاج احيانا الى منظور اخر. وده كان في قصة كده هحكي لكم بسرعة الصاروخ عن اللي هي كل مشكلة لها حل. كان في واحد طالب في الجامعة دخل المحاضرة متأخر شوية، فلقى الدكتور المحاضر كاتب معادلة ويساوي وسايبها فاضية. يبقى هتكون ايه تفتكروا؟ يعني هتكون ايه؟ واجب، واجب يعني. فهو اتكسف انه يسأل زمايله، واتكسف طبعا يسأل الدكتور، هيقول له انت كنت نايم مش مركز، انت لسه داخل متأخر، هيهزقه. فراح كتب المعادلة في صمت وروح، اتشال واتهبد، يعني دور في المكتبات في المراجع ملهاش حل. هو الدكتور قال لهم الحل بالحبر السري ولا ايه؟ انا مش لاقي خالص. ويدور ويتشقلب اسبوع 7 ايام، طالع نازل ما بينامش ما بيركزش غير في الايه، في المعادله. وكل ما ييأس يروح يقول لنفسه ايه، يعني انا كده هتكسف قدام زمايلي في الجامعه الاسبوع الجاي، كلهم طبعا هيكونوا حلينها لان هم كانوا حاضرين وانا الوحيده اللي مش هحلها، فانا كده ايه هتعرف ان انا كنت متاخر. ليها حل يعني ليها حل، هجيب الحل يعني هجيب الحل، لحد ما جاب الحل. وراح اليوم الثاني بقى كان فعلا جابها، يعني 7 ايام ايه فحت وردم، يعني جاب الحل ودخل بيه. الدكتور اتكلم في موضوع تاني خالص خالص وما جابش سيره المعادله دي. ده بقى ايه هيتجنن بقى، يا جدعان انا تعبت. فراح قام بقى قال له يا دكتور ما سالتش يعني عن المعادله بتاعت الاسبوع اللي فات. قال له المعادله بتاعت الاسبوع اللي فات؟ قال له انهي واحده؟ قال له اللي انت كنت حاططها وكاتب جنبيها يساوي وسايبها فاضيه. قال له اه مالها دي؟ قال له انا حلتها. نعم بجد؟ ده انا كنت مدي دي مثال الى معادله ليس لها حل. حلتها ازاي؟ حلتها، وريني ليها حل. اتضح ان فعلا ليها حل. يا جماعه يا بقيه الطلبه، هل حد حاول يفكر في حل للمعادله التي ليس لها حل؟ لا طبعا. هو مش حضرتك يا دكتور قلت ان ملهاش حل؟ هنفكر لها في حل يعني؟ هنعدل عليك مثلا؟ او هنفهم اكثر منك؟ ملهاش حل. شلناها كمثال الى معادله ليس لها حل. لا تعليق. كل حاجه ليها حل. I was born with a genetic disease that caused the muscles in my legs not to work. So at the age of 2, they were amputated at the knee in hopes that I could use prosthetics or fake legs and get around that way. But unfortunately, that wasn't the case. So then at the age of 5, they were amputated just below my pelvis, which is basically what you see now. I was told that I would never sit up by myself. I was told that I would never walk by myself. And I was told that I probably wouldn't be a functioning member of society. I have the honor of meeting a lot of very, very talented individuals. But rarely have I ever met someone like Spencer West. His passion to change the world shines through with such honor and charisma and humor. This year, we'll travel across Canada on a motivational speaking tour to
spread the Me Too We message and inspire tens of thousands of young Canadians like yourselves. Please welcome you guys, big time again, Spencer West. Oh, thank you so much. Thank you. After seeing how Spencer's dealt with all the things that he's gone through in his life, it makes me feel like I can do anything because my problems are nothing compared to others in the world, and I think I can probably conquer anything now. It doesn't matter what your abilities are, where you come from, what color your skin is, what your gender is, if you work hard with others, you never ever give up, and you laugh a lot, you can achieve absolutely anything. Telling the stories about traveling to Africa and building the schools and all the projects that he did overseas. If you were to miss his speech, you wouldn't even know what you'd be missing. He's brave and he can teach us perseverance. He can teach us how to always look on the positive side of life. When I got to high school, I became a cheerleader. And I'm sure some of you are thinking, yeah. I'm sure some of you are thinking, yeah, if I didn't have any legs, I'd be a cheerleader too. Glad you agree. The message that Spencer brings to an audience or to someone like myself is to make a difference, that no matter who you are or what you've been through, that you can do anything you want as long as you put your mind to it. With the civil rights movement and the end of women's suffrage, this type of discrimination would not be tolerated in our world, and we can overcome it. As Dan Wilkins once said, a community that excludes even one of its members is no community at all. I'm different, we're all different, but together with our differences, we can achieve a greatness as long as we're not afraid to follow our own path. And one of my favorite musicians is a guy named Jason Mraz. Yeah, he's awesome, right? In one of his songs, he says, "Hold your own, know your name, and go your own way." And that's the message that I want to leave with you guys today, and I want you to repeat it after me. Hold your own, know your name, and go your own way. That's awesome. Thank you guys so much. Have a great day. بيوريكوا هو اتولد اصلا يعني مفيش خالص مفيش رجلين اصلا، فهو قرر وصمم انه مش هيستسلم، مش هيخلي حد يساعده، حد يخدمه، حد يشفق، فاشتغل بمناطق قوته وحقق طبعا تفوق شديد وانجازات وكده. والمبدا بقى بتاعنا يا ريت مختلف ولكن ليس اقل. انت مختلف لكن ليس اقل. هوصل الكلام ده ازاي؟ بالتركيز على نقاط القوة والتميز. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. ودي صلاة السكينة. اللي مش عارف صلاة السكينة دي اصلها اصلا للادمان. ده مجتمع الادمان. بنعمل مجموعة كده وبنصليها مع بعض. ان احنا اللي نقدر نغيره نغيره، واللي مش عارفين نغيره نقبله ونطلب يعني ان احنا كمان نساعد ونقبل نفسنا والعالم. جايبه لكم مصادر هامه للخادم. اول واحد ده موقع جواه كذا حاجه عن الخدمه وكتب جميله. تاني واحد ده برضو موقع بتاع كنوز المعرفة. عنده مشكلة مع حد قلنا من الأمهات. هي أم إن البنت عندها مني معاملة حالة تانية، ده من الألم اللي هي عندها مؤمن تلاف أضعف مني. نفس الحياة بتاع الكريم بس صعوبة الكلام أكتر منها. وهي مدربة إن البنت عندها إعاقة. مصممة ان البنت ما عندهاش اعاقة. البنت عندها حوالي 3 سنة ومليانة مليانة، وهي الام يدور والام دكتور والعيال عندها ايه؟ الام دكتورة والاب دكتور ورافضين يقبلوا الواقع وعندنا مدرسة عادية. مش مدور قصة يعني. حسن. انت اسمك ايه؟
اسمك ايه؟ كريم. كريم بيأكد لنا اهو مرحلة الإنكار من مراحل الصدمة، إن في أسرة مش قادرة تقبل ونكرة خالص إن بنتهم عندها مشكلة، مع إن لو هم ركزوا بدماغ تانية بقى كده إن أساعدها إزاي، أقومها إزاي، أطور من مهاراتها إزاي، الموضوع هيبقى مختلف. فعلا يا كريم عندك حق، دي مشكلة، خاصة إيه؟ إن ده الأم والأب، يعني إيه الأم والأب؟ هم المسؤولين عنهم. لكن ممكن مثلا الخادم يكلمهم، أب كاهن.